اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار في هذه الفقره. النجم الكبير الكابتن عادل طعيمه. ازيك يا كابتن عادل؟ كابتن اسلام مشرف ومنور. نورك يا كابتن. ربنا يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن ماهر همام مشرف ومنور. أهلا كابتن اسلام. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ كله تمام يا رب. كابتن عادل خليني ابدا مع حضرتك النهارده برؤيتك لمباراه الجونه. جونه النهارده وليه الشوط الاول طلع بدون اهداف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا بعد الماتشين اللي فاتوا كان حصل ضغط كبير على اللاعبين، وفي لاعبين بشر بيتاثروا بالهجوم، وفي ناس بتبقى نوعيه اخرى مجهده، نوعيه اخرى ما كانتش بتاخد ماتشات، فنتيجه برضو انه كل 3 ايام ماتش زي ما انت شايف كده. طبعا انت تلعب النهارده يوم الاربعاء يوم السبت مباراة. الفرق المنافسه هتبص تلاقي بياخد اسبوع او 10 ايام عشان مزبوط. يلعب الماتش اللي بعديه، فهي مجموعه مشاكل بعد انتصارات عديده. يعني انت عندك انتصارات عديده جدا، وبعدين الماتشين اللي فاتوا كان هناك فعلا، ولازم نعترف ده، كان هناك بعض اللاعبين في حته كده يعني عدم ثقه او الروح القطرية ما كانتش موجودة. النهاردة الراجل غير طريقة اللعب ولعب بثلاثة أربعة ثلاثة، أمن شوية من تحت، لعب رامي وعبد المنعم وياسر. أيوة. وبعدين إدى انطلاقات لكريم. طب مبدئيا يا كابتن عادل، هل كان مقبول أنه هو يلعب بثلاثة في الخلف النهاردة في مباراة الجونة؟ يعني الجونة بيتعرض للهبوط وعنده مشاكل، فالمفروض ان هو يلعب بثلاثه. ممكن تكون وجهه نظر ان هو يقفل بثلاثه خط واحد ويطير الباكين. ما هو المفروض كان هو عامل حسابه على كده، بحيث ان هو درس فريق الجونه وعارف ان هو بيلعب براس حربه، خالد قمر، وفي اثنين على الاطراف. اوكي. اظن كريم، وفي ولد ثاني الشبراوي. اسلام محارب. واسلام محارب. الاثنين كان حتى الاخ طلعت يوسف كان بيلعب بالاثنين على كريم، يعني كريم فؤاد بيخلي الكور الثابته لو ضربه مرمى عند عماد الجول بتاع الجونه هتبص تلاقي، لو سمير يعد لنا حتى لو لقطه واحده. أوكي. كل الكور الثابته هتبص تلاقي الاثنين واقفين مع كريم. يعني مش يعني بحيث ان هو الكره تتلعب لهم، بحيث ان هو يستطيع ان هو يخترق من الجنب ده. وده اللي حصل في ماتش الزمالك. احنا ما قرناش تيم الزمالك كويس لان الاطراف بتاعتنا كانت بحاله سيئه، وبالتالي قدروا ان هم يستغلوا الحته ديت. اوكي. النهارده انت بتقول ما قدرناش الشوط الاولاني ان احنا نجيب اهداف. نتيجه انه الجونه من اول دقيقه تقريبا بيلعب بالعشره جوه ال 18 في التلت. في تلت ملعبه ما بيتحركش. وبعدين حرت على الاطراف اثنين ثلاثه واثنين ثلاثه، وبعدين حته العمق كان هناك عندنا قصور شويه. عمليه علي معلول لما بيزيد للاسف الشديد، عبد القادر برضه مش عايز يطلع القرار اللي هو باستمرار موجود عنده، وهو ان الكره تجيله ولازم يرقص ولازم يبقى في بطء. فطبعا الجبهه دي كنا مركزين جدا عليها. الجنب اليمين ما كانش فيه مسانده. أوكي. مع كريم كان المفروض مع كريم نستغل، يبقى هجمه من هنا وهجمه من هنا. الشوط الاول برضه ما زلنا في الشوط الاول. اوكي. الشوط الثاني ابتديت توازن ما بين يمين وشمال. وبعدين حتى بعد نزول هاني بقى الهجمات من هنا ومن هنا، وابتدت الخطوره تبقى من الجنبين. عندنا مشكله في عمليات، ودي عايزه تمرين، والراجل مش هيقدر يمرن دلوقتي. طبعا العمليات الاختراق والمندفع من الخلف. أوكي. عايزه تدريب ودقه متناهيه وتفاهم. أوكي. الكلام ده يتعمل امتى؟ يعني انا لما اكون انا عمرو السليه معايا الكوره واخدتها من رامي بلعب لحسام وبكمل، المفروض ان يبقى في جمله بتتلعب مثلا لعبد القادر، عبد القادر يروح لعبها لعمر. فاهم؟ يعني بتتلعب ثلاث لمسات بيبقى هو الجول. الحاجات دي محتاجه تكراره في التمرين، بحيث ان انا والكره وهي بتتلعب من رامي على طول بتبقى الكره وهي بتتحرك. دي طبعا من بعض الحاجات. دي ركله جزاء يا كابتن؟ يا
يعني اي طفل صغير يعني واضحه جدا انها ضربه جزاء وهو شايفها على فكره. وبعدين عصبي جدا ما اعرفش عصبي ليه، انا ما اعرفش كابتن ابراهيم عصبي جدا، وبعدين ما اعرفش الكابتن ابراهيم ماله ومال النادي الاهلي، انا مش عارف ده في بنالتي تاني. بس للاسف حتى في التحليل بتاع الماتش بتاعنا النهارده في كوره اتعملت اظن كورنر او فاول او حاجه او فاول واتلعبت والكل طلع عليها فوق، لو سمير يقدر يجيبها لنا يبقى كتر خيره. اظن ياسر او حد بيشوط والراجل حط رجليه في وهو بيشوط، ودي بنالتي ما فيهاش نقاش. قبل البنالتي اللي اتحسب في قبلها كوره واحده تانية، الكوره اتلعبت فوق طلعوا الاثنين وهي نازله مش عارف مين اللي كان عندنا بيلعبها أوكي. فبيشوط وهو بيشوط الراجل راح حاطط وش الجزمه في رجليه الجزاره على حسام. يا ريت سمير يشوفها. نعم. فالراجل مش قادر ان هو يعمل تدريبه بحيث ان هو يقدر، لان دي محتاجه تركيز ومحتاجه تمرين ومحتاجه تكرار ومحتاجه تفاهم ومحتاجه تثبيت تشكيل. فنتيجه الاصابات بيبقى في نوع على باستمرار انت ما انتش قادر انك انت النهارده عمرو السوليه بيتعور، طب هيخش مكانه ان شاء الله ديانج يكون كويس. فعمليه تثبيت التشكيل بحيث ان انا الجمله اللي هعملها من الاختراق من العمق او من المندفع من الخلف او الكرات اللي هي العرضيه وبتتلعب لواحد، دي محتاجه باستمرار محتاجه ثقه، محتاجه رؤيه، محتاجه هدوء. ايوه. لما بوصل للخط زي ما انت كنت بتعمله زمان، انا بوصل للمرحله الاخرانيه من الثلث الاخراني الهجومي بتاعي ما استعجلش. وبعدين يا كابتن في حاجه في الكوره وبقولها لحمدي فتحي، في حاجه اسمها تمويه، في حاجه اسمها خداع. في كوره بالشمال الشوط الثاني حمدي فتحي شاطها بالشمال. اوكي. يا سلام يا فتحي بقى، ودي رساله ببعتها لك. يعني يا ريت يا فتحي وانت بتشوط بالشمال لو انت لميتها وخدت الراجل والراجل كان هيترقص مليون في الميه كانت جول 100%. يعني هو عمل ان هو يشوط بالشمال وشاط بالشمال. طب يا اخي اعمل خداع شويه، يعني وانت بتشوط بالشمال روح رقص وخد الراجل على الكره على رجليه الثابته. أيوه. تبقى الجول مفتوح بالنسبه لك. ايوه. برضو ده الجول انا يعني احتمال تكون اوف سايد احتمال، بس يعني مش عارف بصراحه. انا برضو انا شايف هو داخل معرفش بصراحه. ده الشوط الاولاني. ده ملخصه ان حتى احنا طيب. علي الكرات العرضيه الشوط الاولاني ما كانتش بالدقه المطلوبه. ايوه. كريم ما كانش فيه مسانده معاه وكان بيلعب عليه اثنين باستمرار. وما كانش فيه حد، يعني المفروض كان قفشه يبقى ما بين الشمال واليمين. كان قفشه كل الوقت موجود ناحيه الشمال ما بيروحش ناحيه اليمين اطلاقا. وده طبعا خلى الملعب ما فيش توازن في عمليه الهجمات وكان كل التركيز في الجانب الشمال. كابتن ماهر، على الجانب الاخر بقى الشوط الثاني شفنا هدفين، شفنا اداء، مع ان المفروض يعني احنا شايفين ان اللاعبين مجهدين جدا، الشوط الثاني يكون الاداء اقل غالبا من الشوط الاول، لكن دايما حتى في مباراه الزمالك شفنا هذا الامر. بص يا اسلام، عايز اقول لك ان سيناريو المباراه ده يخرج كده الجون، يخرج بهذا الشكل النهارده كمان. انا بحيي اللعيبه بعد الفترات اللي كانت فيها اخفاق وبعد الضغوطات اللي كانت واقعه على اللعيبه وعلى مجلس الاداره وعلى الجهاز الفني، فالنهارده انا بحييهم. ليه بقى اسلام؟ ده بياكد لك ان النادي القرن، نادي 115 سنه بطولات، عنده ثبات انفعالي صبرا، بس كل الظروف اللي مروا بيها اللعيبه في الفتره اللي فاتت دي اسلام، نرجع للتاريخ هقول لك وانا لاعب مريت بيها. ايوه. سنه 81 حصل اخفاق. في الدور الاولاني نادي الزمالك كان فايتنا ب 11 بونت. اوكي. 13 او 13 بونت. الدور الثاني يا اسلام كسبنا كل المباريات ما عدا مباراه المحل حصل فيها تعادل. خدنا الدوري بفرق 8 نقاط عن نادي الزمالك، وانا مدرب سنه 96 مع مستر هولمان مريت بنفس الظروف. بعد الدور الاولاني النادي الاهلي كان بينه وبين نادي الزمالك 13 بونت. حتى كمان يمكن الكابتن ثابت البطل الله يرحمه لما طلع في الميديا واتكلم فقالوا له خلاص يعني الدوري انتهى، المنافس التقليدي هو اقرب. فقال لهم لا، ما زال الدوري في الملعب. اوكي. وفعلا سبحان الله رحنا الدور الثاني
كسبنا كل الماتشات وفوتنا نادي الزمالك بثمان نقاط. مظبوط. فالنهارده دي الشراره انا حاسسها. النهارده الجونه. انا يعني انا النهارده عارف ان اللعيبه دي هتموت نفسها، انا عارف اللعيبه دي هترجع مره تانيه للحاله الطبيعيه اللي هي بدات من بدايه الموسم عليه. النهارده ما كانش مطلوب اكتر من الجهاز الفني واللاعبين انك انت تكسب ثلاث نقاط، والحمد لله كمان الاداء كمان يا اسلام زي ما انت قلت الشوط الثاني اتحسن بشكل كبير. الناس حست ان في حركه النهارده، في حركه، في انتشار، في جري، في تصويب على المرمى. أوكي. في جمل تكتيكيه، بلعب بثلاثه في خط الظهر، اربعه في نص الملعب، ثلاثه مهاجمين. حتى الكور الثابته النهارده قدرنا نستفاد منها. لان فتره الكور الثابته كان بتمثل لنا خطوره جدا، خصوصا مع الماتشات اللي بالشكل ده اسلام، كل الفرق بترجع في ال 30 يارده وبتقفل عليك ثلاث خطوط. فبيبقى صعب جدا انك انت تخترق الارتفاعات المكربسه قدام الجول بهذا الشكل. لكن النهارده اللعيبه قدرت الشوط الثاني في هدوء، في نقل كره من تحت، في استحواذ، في جمل تكتيكيه، اطراف بدات تشتغل. الجمل الثابته بدانا نشتغل عليها النهارده، في تاني واحنا بنلعبها. يعني معلول وبيرفع او قفشه بيرفع الكوره بيحطها في الحته الفعلا المؤثره اللي بين 6 يارده وضربه الجزاء اللي بتبقى فيها صعوبه على حارس المرمى. النهارده رامي من المباريات الجميله اللي رامي بضربه راس بيسجل لنا هدف في وقت قاتل بالنسبه لنا. بيفتح لنا الجيم. ثم طبعا ضربه الجزاء اللي اتحسبت لمسه يد على مدافع الجونه عشان معلول يسجل الهدف الثاني. عايز اقول لك يا اسلام احنا عندنا ثقه كبيره جدا في لعبتنا. حتى جماهيرنا النهارده انا بحييها من اول المباراه وهم بيهتفوا لاعب لاعب. ومدرب مدرب واداري اداري، يعني حاجه فيها ثقه متبادله بين جماهير النادي الاهلي ولعبت النادي الاهلي. فانا النهارده بقول لعبت النادي الاهلي عندنا فرصه كبيره جدا ان شاء الله لتحقيق الهدف اللي احنا بنسعى ليه، وهو بطوله الدوري العام، البطوله المفضله بالنسبه لنا، واحنا قادرين النهارده. ده المفتاح، ده الشراره، ده الستارت ان شاء الله للمباريات اللي قادمه باذن الله. طيب كابتن عادل، برضو خلينا نروح نقول الاصابات المتتاليه للاعبين خلال هذه الفتره. شفنا اصابه محمد شريف في المباراه السابقه، عمرو السوليه في هذه المباراه، هل ده تاثير الاجهاد من وجهه نظرك؟ طبعا يا كابتن، احنا يعني في حلقات سابقه مع حضرتك وعدينا قلنا السوليه لعب 90 ماتش الموسم اللي مظبوط اللي قبل ده، اللي فات ده اللي قبله 90 مباراه. وكنا عدينهم يعني. وبعدين اكتر لعيب في العالم مانشستر سيتي الموسم الماضي لعب 64 مباراه. مظبوط. فلما اكون انا الاحتراف عندي بعافيه شويه ولعيب عندي بيلعب دوري وكاس وافريقيا وكاس عالم وكل البطولات دي مع الدوري والكاس وكاس عالم انديه وكل الحاجات دي بيلعبها كلها، فلا بد يحصل نوع من الخلل في جسم البني ادم، لان يعني هو في طاقه عنده، في اجهزه بتشتغل، الاجهزه اللي بتشتغل دي محتاجه راحه. شفنا محمد صلاح لما ما بياخدش الراحه بتاعته ممكن يتعاقب، لانه عارف ان هو اذا ما خدش الراحه بتاعته مش هيقدر يكمل الموسم بنجاح مع ليفربول وهكذا. كل العالم يبقى فيه شهر كامل بعيد تماما عن اي ممارسه لكره القدم، بحيث ان هو يرجع متشوق للعبه ويبقى عنده الاجهزه كلها خدت فتره الراحه، الجهاز العصبي والعضلي وكل الاجهزه بتاعته تكون خدت فتره الراحه. بيبدا فتره الاعداد وبعدين بيبتدي المرحله الجديده. نتيجه الضغط الثلاث سنوات ضغط متكامل على النادي الاهلي، ما فيش فتره راحه. حتى السنه دي انت مفروض افريقيا هنبقى في سبتمبر، انت تخلص دوري اغسطس، اول اسبوع من سبتمبر هتبتدي تلعب في افريقيا. يعني حتى اللعيبه بتاعتنا هتمط الموسم، هتكمل الموسم برضو بنفس المنوال، على الرغم ان الدوري ممكن يبدا اعتقد في 1/10 او كده. ف عشان كده بنطلب وباصرار يبقى هناك دعم كامل، وان شاء الله الدعم ده موجود في مجلس الاداره ولجنه التخطيط وشركه الكوره والكابتن محمود، انه يبقى هناك الدعم الكامل. عايزين لعيبه مقاتلين بحيث ان يبقى عندنا الدكه دايما في النادي الاهلي دكه قويه جدا جدا، ولعيبه تتحمل الاصابه. في لعيب الاصابه بتبقى سهله،
وفي لعيب يتحمل الاصابه النوعيه ديت احنا محتاجينها علشان تبقى الاداء بتاعنا مؤثر. وبالتالي طول ما احنا عندنا من اللاعبين عندهم الخبرات، وبرضه من ضمن الحاجات اللي دايما بقولها وبكررها وبقولها للاعبتنا، يا اخوانا انتوا بتنافسوا ريال مدريد على افضل الانديه في العالم. تخيل انت بتنافس ريال مدريد طب كاس عالم الانديه، ريال مدريد، برشلونه، النادي الاهلي، ثلاثه برونزيات اللي فوقيك برشلونه بفضيه واحده ذهبيه، وريال مدريد بثلاثه ذهب. نعم. انت احسن نادي في العالم واخد بطولات 140 بطوله، انت بتوصل للنهائيات 15 بتاخد 10، وفي اثنين يا كابتن ما خدناهمش السنه دي و2017 ماتش العرجون والماتش ده. بنقول للولاد بتوعنا اللي بيلبسوا شعار النادي الاهلي والفنات، انت في حته تانية خالص. ايوه انت بتلبس شعار النادي الاهلي. عايزين ثقه بس خلال هذه الفتره يا كابتن الحقيقه. الكلام اللي انا بقوله ده يدي ثقه ولا مدرسه؟ ده الكلام ده بقول له انت بتنافس ريال مدريد، انت عارف يعني ايه ريال مدريد؟ ريال مدريد ده يعني دوله. صح. دوله ميزانيتها ميزانيه دوله. فانت لما تكون في النادي الاهلي يا اخي لازم احافظ على نفسي كويس قوي، لازم انا اتمرن كويس قوي، انام كويس قوي، ابقى عارف قيمتي وانا بلبس الشعار وانا نازل التمرين، مش نازل المباراه، وانا نازل التمرين تمريني صوره مصغره من المباراه. التمرين ده لازم على اقصى قوه، ولازم يبقى جسمي فيه تحمل. التحمل هيجي منين؟ مع ضغط المباريات ديت. ان انا الفتره اللي انا باخدها فتره راحه، ابقى في البيت واخد فتره الراحه، انام كويس قوي، واسرتي تساعدني ان انا انام كويس قوي، الاكل بتاعي يبقى اكل صحي ومنتظم واكل على اعلى مستوى من الكفاءه، مع الطبيب اللي موجود بيديني التغذيه المظبوطه، مع النوم الجيد، مع عمليه الارهاق، وانا في السن الشباب الناضج ده 26 27 معظم اعضاء الفرقه فرقتنا في السن ده، ما اسمعش بقى كلمه ارهاق بعد كده، لان احنا في الفتره اللي جايه في عندنا 10 مباريات، ال 10 مباريات دول بالنسبه لنا مباريات كؤوس، ولا بد ان احنا نحصل عليهم ان شاء الله باذن الله تعالى. فالنهارده زي ما قال الكابتن ماهر كانت نقطه بدايه انطلاق قويه جدا، ان انت بعد ماتش الزمالك وكان الاداء ما كانش جيد، النهارده الاداء افضل، الماتش اللي جاي يوم الاربعاء اعتقد لابد يبقى افضل وافضل، ونتغلب على الاصابات وان شاء الله الخير جاي باذن الله تعالى. كابتن ماهر، هل العوده لطريقه 3 4 3 اثبتت فعالياتها في مباراه الجونه ممكن تقلل من موضوع الاجهاد ده شويه؟ بص يا اسلام، هو واضح طبعا ان في دماغه حاجه، مستر ريكاردو جاي وعنده استراتيجيه وطريقه لعب هو يعني بيفكر فيها. انا شايف انه جرأه منه انه يبدا بيها النهارده، جرأه، والحمد لله رب العالمين. يعني احنا حسينا خلال ال 90 دقيقه ان الطريقه دي ممكن تناسبنا بشكل كبير. ايوه. حته انك انت ثلاثة ورا وبعدين بتطير الباكين مع مسانده من جناحين. ايوه. لان دي من ضمن المميزات اللي احنا بنتفوق بيها اسلام. ايوه. اطراف الملعب في شغل المجاميع في الربط، ثم العمق. النهارده على فترات يمكن كانت الكفه بتاعت معلول اكتر في التوازن من الكفه بتاعت كريم. لكن طبعا مع استمراريه اللعب والمباريات هتبدا التجانس، زي ما كابتن عادل قال، التجانس والحفظ بالنسبه للعيبه خلال تنفيذ الواجبات الهجوميه او الدفاعيه. انا شايف ان هتيجي خلال الفتره اللي جايه. النهارده في تحركات، يعني النهارده حسام حسن تحس انه برضك مهاجم متحرك. يعني بيهرب من المدافعين، بينزل، بيروح، بيساند، بيجيد العاب الهواء. كل الكلام ده هيجي من ثبات التشكيل والثقه اللي احنا قلنا كنا محتاجين نفتح بس النهارده بثلاث نقاط عشان الثقه اللي جايه تبدا اللي جاي بقى اللي جايه. فانا شايف ان هو لا تناسبنا بشكل كبير، وان اللعيبه هتقدر تهدم هذه الطريقه، خصوصا ان هم لعيبه دوليين يا اسلام. اي طريقه لعب خد بالك الطرق بتتغير، يعني ممكن ابدا باربعه بثلاثه اربعه ثلاثه، وبعدين ممكن اقلب في وسط السكه اربعه اثنين ثلاثه واحد، ممكن اقلب اربعه اربعه اثنين، لعيبه دوليين
اي طريقه لعب هتطلب منهم هيقدروا ينفذوها. واحنا عندنا من اللعيبه المميزه اللي تقدر تخدم الراجل في هذه الطريقه. احنا بس كان بينقصنا الفتره اللي فاتت زي ما قلنا روح الفانيلا حته الحميه بتاعت لعيبه النادي الاهلي، الاصرار، الالتحام القوي، المبادره. في اول ربع ساعه كنا متعودين ان احنا بنضغط على الخصم اسلام بنجيب جول، بنقدر بعد كده بناخد ثقه ونقدر نفتح الجيم. عايزين نرجع للحاجات دي. وانا شايف مع مستر ريكاردو في جرأه من كلامه حتى في قبل المباراه وكلامه بعد المباراه بيتكلم بثقه، بيقول ان الفتره اللي جايه دي ان شاء الله اتفرجوا على فريق النادي الاهلي، اتفرجوا على الاداء خلال الفتره اللي طبعا. جايه انا معايا افضل لعيبه موجوده في افريقيا، عندي ثقه كبيره جدا في لعبتنا. فواضح قوي ان في ثقه متبادله بين الجهاز الفني واللاعبين. كمان سامي قمصان وسيد عبد الحفيظ ليهم دور كبير جدا ان هم مع الراجل في خلال الفتره ديت يا اسلام، بيحاولوا يحطوا الراجل في كل الحاجات الاداريه اللي سيد بيقوم بيها، الحاجات الفنيه اللي سامي بيساعد بيها الراجل، نظام طرق اللعب بقى، ممكن نلعب بالطريقه دي، ممكن نلعب بالطريقه دي، ممكن نودي قفشه ناحيه اليمين، ممكن نوديه فترات نرجعه مكانه تاني بيرجع مكانه تاني. الحاجات دي كلها سامي موجود مع الراجل بيسانده بشكل كبير. الراجل طبعا ذكي، بيذاكر الفتره ديت فريق النادي الاهلي بشكل كبير. هو انا شايف من المباراه دي هتدينا ثقه كلنا، من المباراه دي الطريقه اللي هو اختارها اللي هي 3-4-3 انا شايف ان هتبقى طريقه باذن الله جيده جدا للنادي الاهلي خلال المباراه القادمه. طيب هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم مع كباتننا كيف يمكن مواجهه الارهاق، احنا الارهاق خلال الفتره القادمه، احنا لسه قدامنا شهر ونص، هنعمل فيهم ايه الشهر ونص دول؟ هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. كابتن عادل، حضرتك كنت عايز تتكلم على جزئيه 3-4-3 دي قبل ما نتكلم عن جزئيه الارهاق. انا عجبني كيف يمكن يعني يستكمل بقيه الدوري لغايه، لسه احنا لسه قدامنا لغايه 30/8 على ما اتذكر، فاضل 10 ماتشات. فاضل 10 ماتشات، في ال 10 ماتشات دول هيعمل ايه؟ طب هو اللي عجبني في الراجل من ساعه ما جه بيبتدي، اولا بدا بالتشكيل الرئيسي بعد ما كان هناك يعني وجهه نظر من الاخ سامي انه يلعب يريح ناس وكده، هو الراجل عايز يشوف اللعيبه. ماتش كاس مصر اللي هو بتروجيت. اللي عجبني في الراجل النهارده انه في عنده مرونه في عمليه التكتيك، فبيلعب بثلاثه الشوط الاولاني علشان عارف ان المرتدات ممكن يبقى فيها مشكله، ف كان مقفلها كويس قوي. ايوه الشوط الثاني لو حضرتك تفتكر وكابتن ماهر يفتكر لعب ايمن اشرف اشول. مظبوط، ايمن اشرف في الشوط الثاني ما بيلعبش سيرد باك، لعب زي باك ليفت وينج ليفت حاجه، ولا وينج ليفت، بيكمل كهاف ديفندر من جوه. طب ومين اللي بيضم ناحيه اليمين؟ ياسر بيلعب في مكانه ورامي بيخش كانك بتلعب، فكان بيلعب باثنين 4-4. اوكي، ده لما الكوره بتبقى معاك اول ما بتفتقدها على طول علي بيرجع، كريم بيرجع. ايمن بيرجع، بتلعب خمسه بالخمسه وبعدين خمسه وثلاثه، وبعدين في حسام وفي صلاح محسن. فالمرونه دي الراجل لما لسه ما اشتغلش مع اللعيبه اوكي، وفي نفس الوقت بيدي لهم الحاجات دي نظري مش عملي في الملعب، وبيشوف اللعيب ده بيستوعب ولا لا. لما اقول انا يا اشرف انت هتلعب هلعب بثلاثه، بس الكره لما تكون معانا انت في الحته دي زيد وابقى كهاف ديفندر، وزق بقى قفشه وزق الناس اللي قدامك بحيث انك انت تبقى بتلعب، لان تقريبا الجونه الشوط الثاني ما كانش بيهاجم خالص، ما فيش غير كوره اللي غلط فيها رامي والراجل عمل عمليه الانفراد. فعمليه المرونه دي انا بشوف انها انه الراجل عنده فكر اوكي، وكل يوم بياخد يرمي حته بياخد فكره عن اللعيبه اوكي. وبعدين برضو من ضمن الاخطاء اللي احيانا بنقولها سواء منتخب او في اي نادي، انا لما بجيب جهاز مع خمس افراد كل واحد عنده نظام في التحليل ومحللين ومحلل للفرق الاخرى وانا معايا مدرب عام وانا كمدير فني انا على اعلى مستوى وجاي من اوروبا ولا اخر، ما ينفعش انا كمدرب مصري
ان انا سواء في المنتخب او في النادي الاهلي او في اي نادي، ما ينفعش انا ان انا اقول له تعمل ايه، امال انا جايبه ليه؟ انما هو ممكن يبقى بيسالني في بعض حاجات انا ما ادلوش راي، انما انا اقول له في الحاجه الفلانيه. الحاجه الثانيه، الجهاز السابق اللي كان موجود قبل كده جهاز موسيماني كان معاه محللين طبعا، المحللين دول مش كانوا عاملين مقطعين لكل لاعب هو عمل ايه في خلال الموسمين اللي فاتوا؟ أوكي. النهارده في فلان الكرات العرضيه في التسديد في الكورنر في كل حاجه احنا بنأديها في الهجمات بنهاجم ازاي، كل الحاجات دي، مش كل الحاجات دي مفروض تبقى موجوده في النادي؟ اكيد موجوده طبعا. الجهاز اللي بيجي ده مفروض ان هو مفروض واكيد ده حصل بياخد الحاجه دي ويدرسها. يعني ريكاردو مش هياخد ثلاث ماتشات اللي فاتوا قبل ما يجي أوكي. شاف ثلاث ماتشات بس، ما ينفعش مش ثلاث ماتشات، يعني ليل نهار عمال اخد فكره كامله عن كل لاعب. النهارده في رامي في عيب، ايه هو العيب؟ ان الكرات اللي انا بلعبها الطويله من تحت للعكسيه للباك الشمال دايما بتبقى مش مظبوطه، يبقى انا الناس اللي بتشتغل في عمليه التحليل وفي عمليه التدريب يتمرن على الحاجه ديت، وبالتالي انا بشوف انه الراجل عنده المرونه وعنده الـ 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 وجهه النظر، كل يوم بيشوف اللعيب. النهارده ما ابتداش بصلاح محسن، صلاح محسن من النوعيات لو تفتكر حضرتك كان دايما في زمان عندنا لعيبه هي بتاعت العشر دقائق في الاخر اوكي، ينزل يبقى مؤثر جدا في العشر دقائق اوكي، ما ابتديش بيه المباراه، فابتدى ياخد دي برضو وجهات النظر بتاعته، كل يوم اوكي بيبتدي ياخد فكره عن كل لاعب وبيديله الواجبات بتاعته. كابتن ماهر، كيف يمكن ان يستكمل بقى ضغط المباريات؟ ما انت كده كده كل 3 4 ايام مباراه خلال لغايه 30/8 شهر ونص واسبوعين او شهر واسبوع انا اسف. هيستمر كده اسلام؟ ايوه هيستكمل. هو بقى كمدير فني يعمل ايه؟ هو كمدير فني هيمشي على النهج اللي يعني هو النهارده يا كابتن مالا، انا اسف انا بقطع حضرتك، هو النهارده في المؤتمر الصحفي قال ايه؟ قال ان هو قد يكون هناك اصابات خلال الفتره اللي جايه بسبب ضغط المباريات. روي فيتوريا النهارده تصريح لي لما شاف مباراه الاهلي والزمالك، وهو راجل يعني لسه جاي ما يعني محايد ما فيش حاجه يعني، قال ايه؟ قال واضح جدا جدا على الفريق الاهلي ان هو مجهد تماما، وهو الخوف بس والفرقتين يعني. من الاجهاد ده اسلام ان يصيب لنا اللعيبه المؤثره. يعني النهارده طبعا احنا لما نخسر واحد زي محمد شريف في الضمه لمده شهرين او 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 مزق في الخلفيه، فده بردك هيأثر علينا في الجانب الهجومي بشكل طبعًا كبير طبعًا. النهارده بردك اصابه سوليا نتمنى ان شاء الله تكون خفيفه، هتبقى مؤثره جدا بردك، عدم وجود سوليا هيبقى مؤثر بشكل كبير. الخوف على معلول كمان الفتره اللي جايه، خد بالك معلول بردك من ضمن اللعيبه المجهده، لعب مباريات كثيره جدا زي ما احنا قلنا مع منتخب تونس وطبعا مع النادي الاهلي. الشناوي بردك من الحراس، الله يقدر لو حصل حاجه هيبقى مؤثر بشكل كبير. فانت النهارده عندك عناصر اساسيه ربنا يحميها يعني ويحافظ عليها، لكن لو جرى حاجه بتاثر طبعا على شكل واداء النادي الاهلي. الراجل بالنسبه له طبعا يهمه جدا انه يثبت التشكيل، التدوير طبعاً. التدوير هيبقى في حدود، لان بردك ما تقدرش تدور اكتر من 3 4 5 لعيبه في كل مباراه، لان انت لو دورت اكتر من 3 4 5 لعيبه في كل مباراه مش هيدي لك الشكل الاداء الفني الخططي اللي انت عايزه. مهم جدا ثبات التشكيل خلال الفتره، لكن عايز اقول لك اسلام هو بدا يحط ايده تكتيكيا كمان، يعني هو الملاحظات اللي احنا شفناها قبل كده اول ما بدا، وبدا يدون الملاحظات اذا كانت سلبيه في الحاله الدفاعيه، بدا يشتغل على اول حاجه خط الدفاع النادي الاهلي، بدا يشتغل فردي على اطراف الملعب على الباكين. لو معلول مهاجم يبقى الباك اذا كان كريم او هاني هيثبت، وهيحصل ترحيل بالنسبه للثلاثه الاخرين. مزبوط. بدا يربط الاربعه ببعض أوكي. في الميلان والتغطيه. طبعا ده شغل مهم جدا من المدير الفني. بالنسبة لنص الملعب دلوقتي بدأ بثلاثة ثلاثي، أقوى ثلاثي نص ملعب موجود في الدوري المصري. أي. إذا كان يانج، إذا كان السولية، إذا كان حمدي فتحي، وفي أفريقيا كمان. بعد إصابة طبعا السولية أكيد هيخش يكمل المشوار. إحنا بس يا أسلام الحتة القدامانية بقى،
حته الجناحين بالنسبه لنا. احنا محتاجين يعني عبد القادر برضك من اللعيبه الموهوبه. يعني احنا الجمله اللي شفناها الجول اللي جابه عبد القادر اللي اتحسب اوف سايد، انا شايف ان ده دي جمله بس انا بشوف ان عبد القادر يا كابتن واخد راي حضراتكم بقى، يعني حضراتكم انتوا الاثنين، يعني عبد القادر ممكن يكون لعيب جامد جدا، مش ممكن يكون، هو بالفعل لعيب جامد جدا، محتاج ان هو يقلل من المراوغه شويه يا كابتن مان. اه طبعا طبعا زي ما كابتن عادل قال، هو بس الحته دي لو قلل من المراوغه قاعد يساعد زمايله واخد بالك ليه؟ لان انت في فترات يا اسلام بيبقى في موقف واحد ضد واحد وهو موهوب جدا في الحته دي وبيقدر يجيب منها جوال بشكل كبير، لكن لما في زياده عدديه عليه المفروض انه يلعب بقى في دبل باص، في ساند، في خش لجوه يضرب على الوان تو، يخش جوه يصوب، لازم يبقى في نوع من التنويع في الاداء بالنسبه لعبد القادر. وده دور طبعا مستر ريكاردو، لان هو طبعا اللعيب بيغلط المدير الفني دوره انه يصلح، فطبعا اكيد مستر ريكاردو عنده من الجمل وعنده من التريكات اللي يقدر يستفاد منها عبد القادر بشكل كبير. بسرعه برضو في موضوع عبد القادر ده يا كابتن عادل، عبد القادر كان عندنا في القطاع كنت ماسك القطاع، وهو محتاج معامله معينه. اوكي. فمحتاج شده شويه. اوكي. محتاج معامله نفسيه قويه جدا. اوكي. بحيث ان انا يطلع لي اقصى ما عنده وباستمرار. احنا كنا شفناه كان ناجح جدا 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 مع احمد سامي. وانا احمد سامي من ولادنا، فانا كنت بقول له يا احمد خد بالك الحاجه الفلانيه، قال لي يا كابتن الحاجه دي انا هحطها في دماغي، وفعلا كان بياخد منه اقصى حاجه نتيجه زي ما بنشوف مثلا في احد الماتشات في مع سيراميك نجم كبير جدا فضل يسخن وما نزلوش الملعب. اوكي. فدي محتاجه تعامل معين، انا ما بديش الثقه الكامله ودايما بيبقى هناك حساب وحساب حصير، حتى وانت بتأدي لازم وانت بتأدي يبقى فيه نوع من عدم الأنانية، تفكير في اللعب الجماعي، ودي حاجات مهمة جدا 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 المظهرية، هناك ثواب وعقاب. النهاردة لما أنا يبقى فيه كورة أنا 90% ممكن أجيبها جول وزميلي 91% ألعبها لزميل. أوكي. الحتة دي محتاجة علاج ومحتاج وقفة قوية جدا، وعبنا ان احنا اما بنطلع اللاعب بتاعنا الناشئ او اللي لسه موجود معانا بنطلعه في السماء، وده غلط. مفروض ان انا لاعب واحدة واحدة عليه، يعني واحدة واحدة، وعايز معاملة نفسية معينة. الحاجة التانية برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي الراجل بيحاول ان هو يعملها، لو تفتكر حضرتك النهاردة وليد سليمان كان ممكن جدا هو يبدأ بيه الشوط الثاني، اعتقد ان الماتش الجاي وليد سليمان هياخد فتره كبيره. النهارده طلع محمد عبد المنعم الشوط الثاني يعني في اعتقد انه بيريحه برضه للماتش اللي جاي، بحيث انه يبقى يعني بيوزع اللعيبه واخده موزع التعب. تمام، واضح جدا عمليه التدوير يعني في الحته ديت. طيب. برضه ادى علي معلول شاله طلعه ونزل محمود وحيد، فهو هو يعني في الحدود، بحيث ان انا كمان ما افقدش النتيجه وفي نفس الوقت ابقى محافظ على قوام الفرقه. أوكي. وفي نفس الوقت بعمل عمليه الراحه والتدوير. تمام، هطلع فوق. اتفضل. في راجل بتاع فسيولوجي جاي الكلام الكابتن عادل قال عليه، اكيد الراجل ده هيبقى ليه دور كبير جدا مع اللعيبه في الجزئيه دي. طيب هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نكمل مع كابتن عادل وكابتن مهدي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحاج عامر حسين الحقيقه انا اتكلمت معاه في الفاصل وقال لي، رئيس لجنه المسابقات طبعا، قال لي ان الفريق الذي يصل للمباراه النهائيه في دوري ابطال افريقيا بغض النظر عن اسم الفريق، الفريق الذي يصل الى نهائي دوري ابطال افريقيا ويلعب كاس عالم بيلعب 9 مباريات زياده عن اي فريق اخر، وبالتالي الفريق ده يجب ان يتم ضغط مبارياته علشان نقدر نخلص الدوري يوم 30/8. بمعنى ان النادي الاهلي، خلينا نطبقها بقى على الاهلي، النادي الاهلي لعب 9 مباريات اكتر من الزمالك وبيراميدز، وبالتالي النادي الاهلي هتضغط مبارياته عشان يلحق يخلص قبل 30/8، هتضغط مبارياته اكتر من الزمالك وبيراميدز. فانا بقول الرساله اللي قالها الاستاذ عامر حسين،
وان لو اي فريق تاني وصل للمباراه النهائيه كان هيحصل معاه نفس الموضوع كده بالظبط. عشان كده انا لما سالت قلت ليه الاهلي لعب يوم الاربع وليه الزمالك هيلعب الخميس، فهو استاذ عامر حسين رد عليا بهذا الرد. كابتن عادل برضو كنا بنتكلم عن علي معلول واجادته الحقيقه النهارده، او هنتكلم عن علي معلول واجادته النهارده في مباراه الجونه. وجهه نظرك برضو خصوصا بعد الضغط الكبير اللي تعرض ليه علي معلول ومحمد الشناوي واللاعبين الكبار اللي في الفرقه خلال الفتره السابقه، الضغط من بعض الانتقادات التي تطال هؤلاء اللاعبين. ده بيبين معدن اللاعب. معدنه قوي جدا، اي حد كان ممكن جدا يحصل له هبوط شديد ويبقى في نوع من التاثر الشديد، لكن نتيجه الثقه في الله ثم الثقه في نفسه والثقه في النادي اللي هو بيلعب فيه والثقه في الجمهور الكبير اللي هو بيعشقه وبيحبه الى جانب حبه الشديد للنادي الاهلي، دي كلها عوامل خلت علي معلول النهارده هو بيلعب في ثبات انفعالي على اعلى مستوى، في ثقه في النفس. شفناه في ضربه الجزاء داخل بيحطها في منتهى الثقه نتيجة الإجهاد، وبرضو علي من ضمن الناس اللي لعبت ماتشات كتيرة جدا وبرضو كان بيلعب مع منتخب تونس إلى جانب زي لاعبتنا ما كانت بتلعب في أمم أفريقيا، كان برضو هو بيلعب تصفيات كأس عالم كان هو بيلعب، فطبعا واخد برضو عدد كبير جدا زي عمرو السولية. أوكي. النهاردة أنا بحييه جدا 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 على أدائه المشرف، والنهاردة بيثبت لنا قد إيه هذا الرجل على أعلى مستوى من الخبرات ومن حب الانتماء للفانيلا الحمراء. النهارده موت نفسه بيأدي واجباته الدفاعيه والهجوميه على اعلى مستوى، وشفناه قد ايه بيوصل جوه ال 18 وبيحاول ان هو يعمل الجمل، يعني في كره لعبها 1-2 ودخل جوه ال 18 مظبوط وكانت في منتهى الخطوره، وتسبب يمكن في كوره ضربه الجزاء لعبها لقفشه وقفشه بيلعبها والراجل خدها بايديه، كان علي معلول بيجري علشان ياخدها من وراه، فطبعا دي نوعيه فعلا من النوعيات اللي بنحيي لجنه التخطيط واداره النادي انها بتجيب نوعيه زي علي معلول. طيب وليد سليمان يا كابتن ماهر على الرغم من قله مشاركاته، ولكن رايك في ادائه بقى خلال هذه الفتره؟ وليد يا اسلام يعني نجم فعلا، يعني ولد مخلص جدا جدا للنادي الاهلي. وليد اكتر من 9 سنين يمكن موجود مع النادي الاهلي، يعني وليد من اللعيبه اللي فعلا يعني فحر كده اسمها في تاريخ النادي الاهلي. ايوه ومنتخب مصر كمان. نعم واكبر دليل الراجل بتاع المنتخب لما شافه يعني اشاد بيه، يعني سال عليه يعني فقال له الراجل ده بيبطل، قال بيبطل، ده من اللعيبه المميزه اللي انا شفتها بصراحه في مباراه القمه الاهلي والزمالك. وليد كابتن وله دور كبير جدا اسلام داخل الملعب وخارج الملعب، من اللعيبه المؤثره بشكل كبير جدا، شخصيته قويه يعني معظم اللعيبه بتحبه، في الازمات اللي بتحصل لفرقه الكوره اول واحد بيقدر يلم اللعيبه هو والشناوي وليد سليمان. وليد لما بينزل بيعمل روح للفرقه، حماس وانطلاقاته وأداؤه المتميز، مساندته للاعبته، اختراقاته، محاولته انه يحرز هدف، ده بيأكد ان لعيب كبير ولعيب مؤثر بشكل كبير. وانا شايف ان مستر ريكاردو الفترة اللي جاية هيبدأ يستعين بيه اكتر من كده. يعني ممكن وليد ياخد شوط، يعني بداية الشوط الثاني ممكن يبقى ورقة من ضمن الاوراق اللي يدفع بيها مستر ريكاردو في فتح التكتلات الدفاعيه اللي بالشكل ده، في بدايه الهجمه المنظمه، في حاجات الربط على الاطراف، كورسات العرضيه، وجوده في ال 18 كمان ومحاولته احراز الاهداف. فانا شايف يعني وليد مؤثر بشكل كبير جدا، وهتبقى ورقه من ضمن الاوراق اللي يقدر يعتمد عليها مستر ريكاردو في الشوط الثاني بالذات. أيوه. خصوصا لما يبقى الله يقدر النادي الاهلي يعني مش قادر يجيب جول، هتحتاج وليد يقدر يصنع لك الفارق خلال الفتره اللي جايه. فبقول لوليد ربنا يحميك، ليك دور كبير جدا جدا مع اللعيبه داخل الملعب وخارج الملعب، يعني كابتن بيعتمد عليك بشكل كبير جدا. يعني نتمنى الفتره الجايه ان ربنا يحافظ عليه من الاصابات، وهنتفرج على وليد ان شاء الله في المباراه اللي جايه، هيكون مفتاح لعب للنادي الاهلي ومؤثر بشكل كبير جدا في ادائه.
نطلع فاصل اخير ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عادل، برضو في خلال هذه الفتره انا بجد ان الناس، هل ممكن اقيم ريكاردو دلوقتي يا كابتن؟ يعني قول لنا، هل يمكن ان نقيم ريكاردو دلوقتي ولا لا؟ برضو مع حضرتك لما موسيماني جه ولعب ماتشين ثلاثه مع الوداد ومع إنبي لو تفتكر، وكسبنا الماتشين، ومع إنبي لما قلت لك ما عدوش نص الملعب، صح، قلت لك إنبي فضل شوط 45 دقيقه ما عدوش نص الملعب، صح، اقتناع من اللعيبه واللعيبه مقتنعه بادائه وهو مقتنع بيهم وعنده الثقه فيهم. النهارده مؤشرات اي مدرب بيبقى فيه كده تاتشات كده صغيره، منهم اللي حصلت النهارده تاتشات خفيفه كده بتبين لي ان الراجل ده عنده عنده روح قتاليه عاليه جدا، عنده مرونه. انا ما بحكمش عليه طبعا دلوقتي، لكن انا بصفتي يعني كراجل اشتغلت في المهنه دي فتره طويله، بقول ان الراجل ده عنده من المرونه، عنده من قوه الشخصيه، عنده من انكار الذات، دايما بينسب اي اخفاق لنفسه، بيبعده خالص عن اللعيبه، بيديلهم ثقه، حتى اللعيبه بيبقى يعني ما بيقديش 100% برضه بيديله الماتش اللي بعديه. طب انا يعني انا ممكن جدا لو في بقى يعني ما فيش المرونه دي ولعيب عمال يغلط يغلط يغلط، يعني انا لو مدرب ياسر ابراهيم الماتش اللي فات كان ما كانش موفق، النهارده بيديله 90 دقيقه وبيديله في اكتر من مركز، دي معناها ايه؟ معناها يا ياسر انا بثق فيك جدا لانك انت قبل كده عملت ماتشات قويه جدا. التاتشات الصغيره ديت هي مش صغيره، من وجهه نظري كمدرب ان الراجل ده بيدي تاتشات كده سواء على الجانب النفسي او على الجانب التكتيكي. طبعا على الجانب التكتيكي طبعا هو لسه ما بيدربش لسه، زي ما قلنا برضو على موسيماني، واللي احيانا بلاقي ناس بتهاجمه، راجل واخد بطولات كتيره جدا جدا. انا ما اعرفش الراجل ده، في طبعا زي ما انا قلت لحضرتك قبل كده، هناك كل انسان فينا ليه ايجابيات كتيره جدا طبعا وسلبيات. موسيماني كان ليه سلبيات، كان بيصر على بعض اللاعبين على الرغم من مستواه، وإجازات طويله شويه، مما ادى، انا وجهه نظري يعني، مما ادى الى ضعف اللياقه البدنيه للاعبين اللي ما بيلعبوش كتير، وكان وجهه نظري، ما اعرفش صح ولا غلط. لا صح طبعا، بس هي في حاجه كمان يا كابتن، احنا كنا بنعملها زمان واحنا شغالين في النادي الاهلي زمان في القطاع، كان بيبقى دايما في فريق السكن تيم بيتعمل له ماتشات، فانا يبقى فيه مدرب انا بخليه حتى لو معايا في الجهاز، انا بلعب النهارده بكره الناس اللي ما لعبتش بتعمل ماتش ودي، حتى لو انا عندي اربع ايام بس المفروض ان انا اعمل ماتش ودي، وحتى لو انا هاخد اجازه في جهاز جاي شغال معايا، الجهاز يشتغل مع اللعيبه اللي ما لعبتش، دي ابسط حاجه. صح. وبعدين قلنا مع حضرتك ايام ما كنا بنحلل مع بعض، قلنا ان احنا محتاجين حارس مرمى، قلنا محتاجين كذا، واحنا محتاجين كذا، وبعدين قلنا محتاجين مع كابتن ماهر، قلنا محتاجين اليوم الكامل. اليوم الكامل مهم جدا ان انا اجيب اللعيبه الصبح، والعالم كله بيعمل الكلام ده. أوكي. اليوم الكامل ده من الصبح اللعيبه بتيجي تقعد مع بعض، التالف والوحده والعيله دي اهم حاجه في الكوره، ان انا بنحب بعض ويبقى في انكار ذات وفي الاخوه والعشره الجميله دي بتعمل الترابط، ما اجيش على التمرين وانزل وساعه واروح ابتدي اشوف حالي بقى في بيزنس في ده في ده، لا. اللعيب المحترف اللي انا بديله كنادي بديله مبلغ محترم وهو وده حقه، ما كمان يديني اللي انا محتاجه منه، ان هو يديني اليوم الكامل. اليوم الكامل النهارده اي لعيب ناقصه حاجه انا لازم اديها له واعوضه عليه. انا عارف ومتاكد ووصلتني معلومات ان الراجل بيشتغل مع لعيب لعيب، تخيل بيعلم لعيب لعيب. اوكي. بيديله الوقفه ريكاردو. ريكاردو بيشتغل مع لعيب لعيب. أوكي. انت المفروض تتحرك ازاي، الحته دي المفروض تامن ازاي، هنا الاوفر يتعمل ازاي، بيشتغل مع لعيب لعيب، واعتقد يعني هيبقى مبشر باذن الله الراجل تعالى باذن الله تعالى. طيب كابتن ماهر، سواريز النهارده في المؤتمر الصحفي قال ان هو يتحمل الهزيمه، شجاعه اعتقد منه. ما يعني ثقة المدرب في نفسه وثقة المدرب في المؤسسة اللي هو جاي بيشتغل من خلالها، هو عارف ان المؤسسة دي مؤسسة كبيرة قوي، عندها بطولات بتنافس زي ما قلنا ريال مدريد، اقوى فرقة في افريقيا، اقوى فرقة في العالم العربي. ايوه.
يعني تحت اداره مجلس اداره بيرؤسها رئيس نادي له اسم وتاريخ في افريقيا، احسن لعيب في افريقيا، احسن لعيب في العرب، لجنه تخطيط على اعلى مستوى، جهاز فني جاي عارف ان هو بيشتغل في اكبر مؤسسه، لعيبه من افضل اللعيبه اسلام اللي ممكن تشوفها في خلال هذه الفتره، يعني اكثر من 25 لعيب كلهم لعيبه شخصيا ومهاريا وفنيا ومؤثرين بشكل كبير. كل ديت بتدي ثقه للجهاز الفني، بتدي ثقه لمستر ريكاردو ان القادم افضل بالنسبه له. ما قلقش يعني، طول عمر النادي الاهلي بينجح اي حد. نعم. لكن طبعا في بعض المدربين بتسيب علامه، يعني لو رجعنا بالتاريخ كده اسلام هنلاقي مثلا ايامنا احنا كان مستر ردكوتي مثلا 7 سنين من الانجازات، مستر فايسر لما جه من افضل المدربين اللي جم لعبوا بطريقه 3-5-2، فايلر بردك كان من المدربين بردك، موسيماني. وانا شايف ان ريكاردو ده هيبقى فيه تحدي بالنسبه له، وهو الراجل احساسي كده استمر انه عنده مشروع. اوكي. مشروع يهمه جدا ان هو خلال الفتره اللي جايه دي ينفذه، مش هيقدر ينفذ المشروع مع النادي الاهلي خلال الضغط اللي احنا بنقول عليه 10 مباريات في خلال شهر ونص، هيبقى صعب جدا ان الراجل ده يطلع كل اللي عنده اللي هو نفسه يحطه في النادي الاهلي او يضيفه للنادي الاهلي. تمام. لكن طبعا بعد نهايه الموسم ان شاء الله وربنا يكرمه ويتوجه ببطوله، تاكد ان الراجل ده في فتره اعداد في بدايه افريقيا هتتفرج على حاجه تاني. يعني ده احساسي من خلال هذه الشخصيه، الراجل زي ما كابتن عادل قال راجل حماسي، راجل مستر مانويل جوزيه مرشحه عن ثقه، جاي طبعا هو فترة حرجة جدا وصعبة جدا ان هو بيتولى مهمة بعد راجل كان ناجح وحقق 6 بطولات. اوكي. هو كمان يهمه كمان ان هو ان شاء الله يحقق للنادي الاهلي بطولات ويثبت اقدامه بشكل كبير. انا شايف ان هو بدا يحط ايده تكتيكيا وفنيا زي ما كابتن عادل قال مع الخطوط. اذا كانت فردية او جماعية. وده في علم التدريب الحديث اسلام بيقول لك انك انت لو 10 دقايق حتى في كل وحده تدريبيه حط ايدك على المشاكل اللي موجوده عليها الفرقه. اوكي. ما تقلقش من موضوع الاستشفاء، اكيد اللعيبه دي حاسه، يعني زي ما احنا قلنا كده روشته للعيبه انك انت ازاي تحافظ على نفسك، ازاي تاكل كويس، ازاي تنام كويس عشان تساعد نفسك اولا، ثم تساعد الراجل ده ثانيا، ثم تساعد جماهيرك اللي بتعشقك. ايوه. فده نتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه دي ان احنا فعلا يعني نبدا نصالح جمهورنا بشكل كبير جدا ان شاء الله. اللعيبه عندها ثقه كبيره جدا في جهازها في مجلسها. عايز اقول لك الاخفاق يا اسلام بيبقى على الكل، والنجاح على الكل، يعني احنا طول عمرنا شغلنا شغل جماعي. صح. يعني مش مجلس الاداره بس اللي بيطلع يقول انا صاحب الانجاز، لا ده مجلس الاداره ولجنه التخطيط كله والجهاز الفني واللاعبين ثم الجماهير. فدي منظومه احنا اتعودنا عليها، فنتمنى الفتره الجايه ان شاء الله ان المنظومه دي تلتحم تاني مع بعض وترجع الثقه اللي انا شايفها اللي بدات من مباراه الجونه وخلال المباراه القادمه ان شاء الله. كابتن عادل كلمات اخيره لو حضرتك حابب توجه اي كلمه للجمهور وللاعبين خلال الفتره والجهاز الفني طبعا الفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه احنا عندنا جمهور بيقارب من 90% من جمهور الكوره. مسؤوليه الجهاز الفني واللاعبين انه انتوا بتسعدوا الناس. انا عايز اي حد قريبه في الشارع، اي لعيب، ايوه، ينزل كده حد من اخواته او قرايبه ينزلوا في الشارع في ماتش الاهلي ويشوفوا الانديه ويشوفوا كافيهات ويشوفوا الانديه ويشوفوا كل مكان، حتى الناس اللي في البيوت لما النادي الاهلي بيجيب جول بيحصل ايه في الشارع. نعم. وده مش في القاهره، في معظم محافظات مصر. المسؤوليه دي تحتم عليك كامانه كشرف ان انت تحافظ على نفسك. لو هناك صاحب يقول لك تعالى نسهر بلاش، تعالى نلعب كره خماسي بلاش، اخد الراحه الكامله جوه بيتي مع اسرتي، بنام النوم في امانه في النوم في الـ في الـ في اتقان العمل في عدم الانانيه، انتوا بتسعدوا
90% من جمهور مصر، مش جمهور مصر بس، الجمهور المصري والعربي اللي موجود في افريقيا واللي موجود في البلاد العربيه واللي موجود في اوروبا، انتوا بتخلوا الناس دي تنام في منتهى السعاده وبتفضل سعيده للماتش اللي بعديه. أوكي. تفضل اربع خمس ايام في منتهى السعاده علشان انتوا اسعدتوهم في من خلال مباراه. اي لعيب بيأثر او ما بيأديش الواجب بتاعه او ما بيأديش بالروح، الكاميرا كابتن اسلام لما بتيجي على وجه لاعب واللاعب ده مثلا بيضيع فرصه، وبعدين ما بحسش زي كده لاعب التنس لما بيغلط في كره تبص تلاقيه بيراجع نفسه وبيحمس نفسه علشان يرجع تاني. عايز الكاميرا كده لما تيجي احس ان انا كلاعب فعلا مقدر ان هناك جماهير كبيره جدا بتساندني ومعايا، اراعي ربنا في النعمه دي. النعمه دي النادي الاهلي هيفضل ياخد بطولات ليوم القيامه. فانا عايزك لو تكرمت الاهلي قطر ماشي، هتركب في القطر وتوصل للمرحله ولا هتنزل وفي غيرك والقطر البطولات هيمشي وانت اللي هتنزل؟ رجاء انتوا كلاعبين الشهر والست ايام او سبعة ايام اللي جايين من فضلكم البطوله الدوري ما تطلعش من دولاب النادي الاهلي باذن الله تعالى، وكاس مصر نعوضه الفتره اللي جايه الكاس الجديد ان شاء الله، علشان دي مسؤوليه لكل لاعب. ما اشوفش لاعب اناني، تعاون مع زميلك، تغطي على زميلك لو زميلك غلط انت اقف معاه وساعده، الروح القتاليه تبقى موجوده وتنفيذ واجبات المدرب، وان شاء الله موفقين باذن الله تعالى. كابتن ماهر، يعني بقول للمنظومه ككل بقى مجلس اداره، طبعا الثقه اللي بيعطيها للعيبه كابتن محمود الخطيب اللي مساندهم بشكل كبير جدا والدافع اللي في ظهرهم، نفس كلام الثقه دي بتوصل للجهاز الفني مستر ريكاردو، كابتن الخطيب ومجلس ادارته مديله ثقه بشكل كبير جدا ان هو يشتغل وياخد ويبدا يحط بصماته خلال الفتره اللي جايه. بقول بقى للاعبين طبعا يعني انتوا اهم عنصر في المنظومه، انتوا اللي بتحققوا البطولات وتكتبوا اساميكم في تاريخ النادي الاهلي، وراكم جماهير عظيمه، جماهير النادي الاهلي اللي هي بصراحه النهارده انا بحييها اسلام طوال المباراه بتنادي على كل اللعيبه من الدقيقه 1 للدقيقه 90، وجماهير النادي الاهلي يعني طول عمرها عارفه زعلانه من اللعيبه، لكن عارفه ان اللعيبه دي ياما فرحتها وياما اسعدتها بالبطولات، فبتبقى زي ما بنقول لما بتوصل للقمه الكرف بينزل بيك شويه، فعلا نزل بينا شويه، لكن احنا قادرين، عندنا من امكانيات، مجلس اداره على اعلى مستوى، عندنا جهاز فني على اعلى مستوى، عندنا لعيبه على اعلى مستوى، عندنا جماهير افضل جماهير موجوده في افريقيا وفي العالم العربي. فبقول بالتوفيق ان شاء الله لمنظومه النادي الاهلي باذن الله اللي جاي احسن يا اسلام، احسن من اللي فات، ولازم ننسى اللي فات بقى. نعم. ونبدا صفحه جديده ان شاء الله باذن الله. اللعبة دي بإذن الله هتمتعنا خلال الفترة اللي جاية، وبإذن الله زي ما نقول عندنا بطولة دوري عام إن شاء الله ما تخرجش من النادي الأهلي، عندنا سوبر إن شاء الله ما يخرجش من النادي الأهلي، عندنا كأس مصر الجديد إن شاء الله، عندنا ثلاث بطولات بإذن الله، تحدي وإصرار من لعيبة النادي الأهلي ومنظومة النادي الأهلي إن شاء الله نحققهم بشكل كبير جدا، ونفرح كل جماهير الأهلوية في كل مكان. في نقطة كابتن بيقال إن النادي الأهلي ما خدش حاجة السنة دي، النادي الاهلي واخد بطولتين، واخد البرونزيه واخد السوبر من الترجي من الرجاء، المنافس واخد بطوله واحده كاس مصر، ونادي الكاس القديم كمان، الكاس القديم لسه الجديد، انما الاهلي واخد النادي الاهلي واخد بطولتين لسه ان شاء الله، واخد السوبر الافريقي واخد برونزيه كاس عالم، فياخد بطولتين واظن يعني يعني واخدين بطولات، يعني ما احناش فاضيين السنه دي يعني. اشكرك شكرا جزيلا يا كابتن عادل، شكرا لك معانا، شكرا جزيلا يا كابتن ماهر. انا عجبني جدا الحقيقه حاجه منزلها احمد سيد زيزو، هو ده اللي احنا دايما بنتكلم عليه، احمد سيد زيزو لاعب نجم نادي الزمالك الحقيقه النهارده انا شفته منزلين صوره كده الحقيقه ما بينه وما بين ياسر ابراهيم وعاملين عليها كوميكس كده الحقيقه مش لطيف. وصلت لاحمد سيد زيزو، نزلها على صفحته اعتقد او اتعمل له عليها منشن كتير، فاحمد سيد زيزو نزل اعتذار واجب لواحد من الناس اللي انا بعزها جدا ياسر ابراهيم عن الصوره اللي نزلت، انا بحترم وبقدر ياسر جدا، المنشن كانوا كتير جدا وما خدتش بالي خالص من الصوره، شكرا جزيلا. الحقيقه هو دي الروح اللي احنا عايزينها تسود دائما ما بين لعيبه الاهلي وجمهور الاهلي وجمهور الزمالك الحقيقه، لانه في النهايه
اللي حضراتكم شايفينه ده هو الاساس اللي بنبني عليه. احمد سيد زيزو بيلعبوا مع بعض في منتخب مصر سواء احمد او ياسر، وبالتالي هو شاف ان جاله منشن كتير على صور معينه فاعتذر على الهواء مباشره او على انستجرام يعني مش على الهواء مباشره. اعتقد ان دي شيء جيد جدا جدا من احمد سيد زيزو، وياسر ابراهيم يستحقها بالفعل لانه من اللعيبه المحترمه جدا والمؤدبه جدا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله حلقه جديده من البيت الكبير غدا في تمام الساعه 11 ان شاء الله بعد نهايه حلقات ملك وكتاب. اشكركم واشوف حضراتكم على خير.